هشام، عايز اسالك في نقطه مهمه جدا. يوم الجمعه برضو كان ليا لقاء مع الكابتن ابو بكر فوده المدير الفني لنادي شرير الدخان. طبعا هو هبط للدوري الدرجه الثالثه. كلمته ان انتوا في تخوفات من نادي السكه وكلام على السوشيال ميديا ممكن يحدث تلاعب في المباراه. قال لي انا لن اسمح بذلك ابدا، وانا هلعب مباراه قويه. بس من قبل ما حد يتكلم انا عندي الاثنين اللعيبه الافارقه اللي عنده او اللعيب الافريقي اللي عنده ثلاث انذارات، فمش هيلعب عشان ما حدش يطلع ويقول ان انا مقعده والكلام ده كله. لكن ما دون ذلك هلعب بالفريق الاساسي، هلعب مباراه قويه، يبقى البنك الاهلي، يبقى السكه الحديد، ما يخصنيش. اعتقد نفس الكلام ده على الزرقاء، حتى لو هو قاعد مطمن جدا وهنا ده ضمن الهبوط، فاعتقد نفس المعادله. الفير بلاي اللي احنا كنا بنطالب بيه على طول، يعني ده هيبان من خلال الماتش اللي احنا هنشوفه وهنتكلم عليه. لكن في النهايه الامور صعبه جدا جدا على السكه الحديد، فعلا صعبه. لازم هو ولازم تاني يخسر زي ما انتوا عايزين النهارده معجزه عشان تاخدوا الدوري. بس يعني مين اللي ما لا مش معجزه ولا حاجه، ريال مدريد عايز معجزه الماتش او تتعادل. ليه انت دخلتني في قصه ثانيه بقى؟ طب نقفل هنا يعني؟ لا لا بخطفك بس. لا صعب، كمل. ان شاء الله تحصلوا باذن الله. انت طب ندخل بقى في ريال مدريد وبرشلونه بقى، خلينا بقى نتكلم بقى عليه. نتكلم بقى على ايه؟ بص بقى هرجع للنقطه الاولانيه، عايزه فرصتين. لا هرجع عايزه التعادل وعايزه المكسب. لا اديك شفت، انت هترجع لنقطه الجماهير والشعبيه وبتاع. انت النهارده كل الشعب المصري ده بيشجع اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري او الاتحاد اللي هي الفرقه الشعبيه، ومعاهم بره بيشجع يا تشيلسي يا انتر يا برشلونه يا ريال. لا كل بيشجع خلاص بقى عندك ثقافه انك تعرف تشجع فريق تحبه. صح. بس فدي عشان نقطه الجماهير. طيب اما بالنسبه للنهارده فاكيد الامور صعبه، المعادله صعبه، صعبه جدا. انا فرقه النهارده بس ممكنه، على الرغم ان البنك الاهلي هو اللي فرط في بعض المباريات لنفسه، فلو نزل دي بقى حاجه قدريه. ده اللي قال عليها اللي اقدر اخد من حوار كابتن كمال، ان دي حاجه قدريه. قدريه من عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو فرط، فيمكن بقى دي يبقى من عند ربنا ان هو بقى يعني يخسر النهارده المباراه فهو يكسب هناك فيصعد وده يهبط. دي حاجه قدريه، يبقى لا هيلوموا نفسهم هم اكتر. لكن البنك الاهلي احسن من كده بكتير، واحنا عارفين كان في المركز الخامس وكان في الرابع وكان في السادس وطلع تاني الخامس وبعد كده سابع وبعد كده بدا ينزل في دوامه الهبوط. نص الدور الثاني كده خدوا كر كده بقى. طبعا خدوها كر بشكل كبير جدا وبشكل ايه، لان انت زي ما قلت بدايه الاستوديو مؤتمر قال ان انت ضمنت البقاء، ارتحت بدري ارتحت بدري وريحت لعيبتك وريحت الدنيا، فانت الامور بالنسبه لك سهله عشان ما كانش عنده امل في اي حاجه تانية. انا ابقى موجود في وسط الجدول بس، فده ما كانش يعني ده مش حاجه كويسه انك تلعب عليها. يعني الامور صعبه جدا عشان ماتش الشرقيه بيبقى دايما ماتشات الشرقيه على ملعبها صعبه على الفرقه اللي بتلعبها، عشان برضه نبقى متفقين ان انت من نقطه رئيس النادي قال لك ان انا مش معاد حد عشان مش عارف ايه. لا ده هو عنده ثلاث انذارات خلاص اوكي. كمان الملعب صعب جدا، ده المدير يعني الفني، المدير الفني المدير الفني اقصد يعني ايا كان اللي اي فرقه بتروح تلعب شرقيه دخان في ملعبها صعب انك صعب. صعب عشان برضه نبقى احنا ما زلنا عند كلام، دي حقيقه ملعب صعب انك تطلع بثلاثه بونت منه، فهي اقصاها ممكن يبقى تعادل، ممكن يبقى ماتش حلو نشوفه ونعرف التعادل. ما هو تعادل حلو جدا طبعا خلاص. اصلا كمان ممكن السكه اصلا يتعادل مع الزرقاء ده اصلا. يعني هو ممكن يتعادل ممكن يخسر، فيعني وممكن يخسر، فكل كل النتائج وارد. طيب اخد تشكيل فريق شرير الدخان. انا هاخد تشكيل الزرقاء. انا عندي المباراه الرئيسيه شرير الدخان والبنك الاهلي. طيب ده اخد التشكيلات كلها مره واحده. طيب مصطفى حموده في حراسه المرمى بالنسبه لتشكيل فريق الزرقاء، عصام نصار وبدير مانجا، احمد سمير وسيد احمد، محمد كافو ومحمد ايه؟ مش واضحه بالنسبه لي. محمد كافو اللي جنبه محمد ايه؟ محمد الكارت. محمد الكارت، محمد رمزي وابراهيم سليمان ومحمد عبد الكريم. ده تشكيل فريق الزرقاء النهارده. نروح لتشكيل فريق السكه الحديد في مباراة اليوم، وزي ما قلنا هي مباراة ما فيهاش هزار بالنسبة للسكة الحديد. نشوف مع بعض. طيب قبل ما يجهز تشكيل فريق السكة الحديد محمود عاطف
في حراسه المرمى ما رايحش عليهم يعني عم. النهارده هنلاقي محمد طارق واحمد علي، عمرو يوسف وممدوح بيسا، الاثنين الديفندرز وليد انور ومحمد حنفي، محمد السادات ومحمد زكي، عمرو فاروق وابراهيم الهلالي، يعني ما فيش واحد قاعد على الدكه. فرقه كلها بيسا في الملعب وزكي وليد انور شاللها هو شاللها بس اللي قاعد سامح ما اعرفش موجود ما هو الهلالي موجود هي دايما كده واحد فيهم لان انت عارف عمرو فاروق رجع تاني عمرو فاروق رجع النهارده هو الماتش اللي فات كان غايب عنه اربعه من التشكيل بالظبط طيب نروح بقى للمباراه الرئيسيه النهارده مباراه الشرقيه للدخان محمد البشبيشي في حراسه المرمى مع مصطفى جمعه وابراهيم مفرح الاثنين المساكين على اليمين مصطفى صلاح والشمال حسين رمضان اثنين الديفندرز مصطفى السعيد وعبد المنعم احمد على يمينه يوسف شعبان وشماله امير حجازي احمد البليدي ومهاجم وحيد محمد السقا الكوتش طبعا كابتن ابو بكر فوده اما تشكيل فريق البنك الاهلي احمد صالح في حراسه المرمى احمد محمد وهاني سيد في حراسه اسف الاثنين المساكين محمد عبد الناصر على اليمين وطارق وطني على الشمال محمد لعبه ومحمود قرني الاثنين الديفندرز معاهم نوح صيام وخالد عيد ومحمد السويفي والمهاجم الوحيد محمد حسني والكوتش الكابتن احمد شعبان ده تشكيل فريق البنك الاهلي النهارده اللي هيدير المباراه الشرقيه للدخان مع البنك الاهلي الكابتن محمد فاروق حكمنا الدولي الكبير ومعاه ماشي محمد كابتن محمد فاروق في الشرقيه للدخان والبنك الاهلي اما مباراه السكه الحديد مع فريق الزرقاء هو الكابتن امين عمر حكم الساحه. مباراه الشرقيه والبنك الاهلي كابتن محمد فاروق، كابتن سامي هلهل، كابتن احمد صلاح والحكم الرابع كابتن حازم نصر. طبعا لجنه الحكام مظبطه امورها بشكل جيد، حكام محترمين، حكام ممتازين لاداره المباريات. كل ما نتمناه ان كل الفرق تلعب من اجل ان هي تلعب بما يرضي ربنا بعد كده بقى اللي يقعد واللي ينزل ده شيء ما يخصكش في الاول وفي الاخر عماره السكه الحديد والبنك الاهلي هي اللعبه بين الاثنين الزرقاء مرتاح والشرقيه للدخان عرف مصيره انه هبط اداره المباريات اليوم ان انا ده من وجهه نظري ان انا مفيش شيء ابكي عليه بالنسبه للسكه والبنك الاهلي انا مفيش حاجه ابكي عليها انا لازم بالنسبه للسكه بالذات ان البنك الاهلي برضو ممكن يلعب على النقطه زي ما قال هشام يعني النقطه هتقعدني بغض النظر عن نتيجه مباراه السكه الحديد انت شايف النهارده الفير بلاي هيكون متواجد بشكل قوي جدا من الزرقاء ومن الشرقيه للدخان اتمنى ذلك ويعني اعتقد ان يعني انا اتمنى ان البنك الاهلي ما يلعبش على البنط ولا السكه تلعب على البنط ما ينفعش السكه تلعب على البنط وانا لا انا بكلمك يعني النهارده انت قلت ان اول الجدول بيقول ان البنك الاهلي عنده خيارين يا اما التعادل يا اما المكسب دي حقيقه يفضل في المسابقه السكه الحديد ما عندوش خيارات وعنده معجزه لازم تحصل ان هو لو كسب البنك الاهلي يخسر النهارده الكابتن كمال عثمان في تصريحه اعتقد ان هو يعني بيقول لك احنا عايزين معجزه عشان نفضل في الدوري وبالتالي اشار ان المدرب محمد اسماعيل مدرب الزرقاء النهارده قاعد على الدكه وهو هادي ما عندوش مشكله ان هو يكسب او يخسر مش قلقان لازم طبعا معجزه تحصل عشان السكه الحديد تفضل في الدوري الممتاز به وبالتالي النهارده البنك الاهلي يتحمل زي ما الكابتن تامر وكابتن هشام قالوا يتحمل الفترة اللي استهتر بيها وهي الفترة الأخيرة بقاله ست ماتشات ما كسبش ولا مباراة إلا مباراة واحدة بس اللي هي كانت ضد جمهورية شبين فبالتالي فرقة من أول المسابقة خامس سادس سابع تامن وبعد كده تكر منها أنت اللي فرطت في ان انت تبقى لغايه هذه اللحظه بتصارع على انك انت تفضل في هذا الدوري ست ماتشات وما كسبش على فكره يعني ما كسبش شبين كسبها رايح جاي على فكره يعني كسب المباراه الاخيره اللي هي اخر مباراه كسبها 3 والمباراه بتاعه الدور الاول كسب جمهوريه شبين 4 فبالتالي النهارده انت اللي فرطت فيه ان انت تتحط في هذا الموقف اللي من وجهه نظري
البنك الاهلي بامكانياته باستقراره الفني اللي موجود عليه طول السنه بقياده الكابتن احمد شعبان للفرقه والاستقرار الفني والاداري اللي موجود، اعتقد ان ده اتحط البنك الاهلي في موقف لا يحسد عليه. تمام. السكه الحديد ما عندوش ما يبكي عليه. النهارده كابتن كمال عتمان بيقول لك احنا بقالنا 11 مباراه ما بنكسبش، فبالتالي يا كابتن كمال او لا ده اللفظ اجمل من كده. قال لك كل واحد عايز 3 بونت جه خدهم مننا. بقول لك اللفظ اي فرقه كان اي فرقه كان فيها نفسها في 3 بونت كانت بتيجي تاخدهم مننا، بتيجي تاخدهم مننا. فالنهارده انت كاداره سكه الحديد تتحمل مسؤوليه النهارده عدم الاستقرار اللي انت أو يعني وجدته في الفرقه، انت كمجلس اداره تتحمله. انا ضد ان رئيس النادي يطلع النهارده معاك في الاستوديو ويقول لك انا احمل خالد بيبو المسؤوليه. خالد بيبو مشارك انما لا يتحمل المسؤوليه كامله. النهارده انت كنت فين لما جيت مشيته وهو عنده استقرار فني واستقرار اداري واستقرار في النتائج، ومشيته في وسط الموسم، والنهارده جاي بتقول بتحمله النهارده ان هو يتحمل المسؤوليه كامله؟ لا، ما كانش اسلام جابر مهاجم الشرقيه للدخان ده اللي هو هداف الفريق، اسلام عنده 21 سنه ومن ناشئين النادي، وقع رسميا في مصر المقص. ما دي سلسله للمجموعه اللعيبه المميزين اللي احنا يعني قدمناهم من خلال الدوري السنه دي. بالزبط. فبالتالي طبعا احنا عايزين عموله بقى، وعايزين نصيبنا من الصفقات دي. ده انا عايز اقول لك حاجه كمان، النهارده بقى في حاجه لطيفه جدا في ماتش السويس والنصر. النهارده الكابتن سيد عيد عامل حركه جميله جدا، انا حاسس ان كابتن سيد عيد بيغيظني. ايه، بياكل سمك ولا ايه؟ لا، ده بيلاعب دخير فرود. دخير؟ دخير حاطط دخير النهارده فرود. عادي، ما هو دخير لعب قبل كده. يعني في ماتشات استعان بيه في اخر الماتشات، فرويد في اخر جزء من المباريات لعب فرويد ومكسبه ماتشات كتيره. انا بقول لك اللغز ده لعلمك، انا يعني هفضل وراه. يعني والله فرويد النهارده ايوه نطمن لغايه الدوري الممتاز. يعني لازم اعرف ايه القصه ما بين دخير والكابتن سيد عيد، مش هسيبها لان بعرف تفاصيلها يعني. فالنهارده بس عشان يعني نقفل الجزئيه بتاعت السكه الحديد، السكه الحديد اللي فرط. بنك الاهلي، بنك الاهلي اللي فرط. تمام. تامر، كابتن خالد كامل كنت برضو التقيت معاه من خلال مداخله، وقال لك ان النهارده احنا موديين مراقبين للمباراه، مستعدين ان المباراه تراقب بشكل جيد بشكل مميز، عشان في النهايه محدش يتكلم، محدش يقول حاجه حصلت. لكن هو في الاول وفي الاخر ختم كلامه بايه؟ ما انت مش هتقدر تمسك حاجه برضه. طبعا لا يعني طبعا يعني ده شيء طبعا احنا متفقين عليه واتكلمنا فيه، لكن انت تعمل عليه خبطنا. بلغت لجنه الحكام باهميه المباراتين، وادى لك كابتن فاروق كابتن امين عمر. طبعا انت بعت المراقبين بتوعك، في مراقب لجنه الحكام فيه، والمباراه متذاعه على الهواء. يعني حتى انا قلت له احنا زعيد الماتشين على الهواء، مش هيبقى ماتش واحد، الاثنين هيتذاعوا على الهواء. فقال لي احنا هنتابع، لكن ان شاء الله الفرق كلها هتلعب بجد وهتلعب برجوله وهتلعب بشهامه، وفي النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا. طبعا. وهو دوت يعني حتى برضه الحلقه بتاعتك المدربين قال لك ايه؟ قال لك يعني صعب جدا ان حد يتكلم مع مدرب ان هو يسيب ماتش. عشان سمعته. ساكن سمعته كمان. انا ما يعني انا ما يعني انا كل واحد النهارده شغال في مكان، شغال لصالح نفسه الاول والاسمه وللمكان اللي هو شغال فيه. ده صعبه، المدربين دي صعبه يعني، ما حدش يفكر فيها. سمعه. وادارات الانديه يعني، انما هو في الاول وفي الاخر يعني اللعب كله، يمكن رؤساء انديه دخلوا معاك ودخلوا معانا، وانا قلت لك الكلام دوت وتعرضنا له، بيبقى على مستوى اللعيبه. بتكلم لك مساك، بتكلم لك جول، يعني ايه هم دول الاثنين دول اللي باك طرف يعني، هم دول اللي هم دول اللي ايه اللي والكلام بيبقى جانبي بعيد خالص عن اشمعنى باكات الطرف يعني؟ عشان هو اللي بيعمل التخطيط العكسي يعني. كنت هو بقى خط الظهر، انت كنت طرف لوحدك وهو كان طرف. هو بقى خط الظهر يعني، هو بقى خط الظهر وحارس المرمى يعني، هم دول اكتر ناس اللي بيبقى التركيز عليه. بيبقى رقم واحد حارس مرمى، بيبقى بعد كده ايه اتنين المساكين يعني، حد من المساكين. انت توقعاتك ايه؟ يعني
فيما يخص الناس هتلعب النهارده فير بلاي. لا الناس هتلعب كوره طبعا، ابو بكر فؤاد هيلعب فير بلاي، احمد شعبان هيلعب فير بلاي، في لعيبه على ارض الملعب هتلعب فير بلاي بشكل. احنا عايزين كل اللعيبه، ما تقوليش في لعيبه، احنا عايزين كل اللعيبه طبعا. احنا حد هيكره الكلام دوت، بس في الاول وفي الاخر خلينا نتكلم ونقول ان ماتشين النهارده كلهم في ايدين لعيبه البنك يعني الخلاصه بتاعه الماتش النهارده في ايدين لعيبه البنك وفي ايدين مداوم الفني، في ايدينهم هم يعني الدفه النهارده اللي ماسك الدفه بتاعه البطاقه الاخيره بالاربع فرق اللي هيشتغلوا، اللي ماسك الدفه الليدر فيهم لا البنك، لا البنك 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 هو اللي في ايده كل يعني الخيوط بتاعت الموضوع. تعليقا على كلام تامر، تعمل مفاجاه طبعا وتكسب مين؟ ممكن شريان دخان تعمل، يبقى انا قصرت كمان. لا طبعا يبقى انا قصرت، يبقى انا النهارده كلعيبه او كفرقه هاكد على كلام تامر ان دمياط هبط خلاص، شريان الدخان هبط خلاص، مصيره الاتصالات هبط خلاص، منشيه الشهداء هبط خلاص، اذا هي هناك بطاقه وحيده فقط لا غير ستكون ما بين البنك الاهلي والسكر الحديد، واحد فيهم فقط لا غير هو اللي هيهبط او يكون الخامس الهابطين لدوري الدرجه الثالثه. بس في هنا لسه برضه معلش يعني بدون قطع كلامك، في فرقه ما نستثنيهاش من الـ من الـ من الموقف الصعب اللي هي السكه الحديد والبنك الاهلي ان هم حطوا نفسهم في المريخ. يعني فرقه المريخ من الفرق برضه اللي ينطبق عليها المبدا اللي احنا اتكلمنا فيه في بدايه الاستوديو، ان هم ضمنوا الاقعاد بدري وان هم ارتاحوا بدري، واخد بالك؟ لان ما تنساش ان المريخ كان تالت، هو من ساعه ما الكابتن محمد عبد الرحمن مشي والدور الثاني كل الفرقه عامله كده. ما تنساش ان مع بدايات كمان الدور الثاني ده كانوا بينافسوا فوق. أيوة في المربع الذهبي مع النصر ومع النادي كمان في الاستوديو هنا، وقال لي انت هتشوف فرقه ثانيه خالص في الدور الثاني، مش كده ولا ايه؟ هذا لم يحدث. صح كده، يبقى من فرقه كانت بتنافس النصر وكان بينافس منتخب السويس وكان ثالث وقعد اسابيع طويله، وقلنا كنا متنبئين ان القمه هتشعلل في الوقت دوت، في الاسابيع الاخيره بينافس على البقاء دوت، بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه مع بدايات الاستوديو التحليلي بتاعنا في دوري دي ام سي، ان احنا لما قسمنا الدوري لثلاث تلتات، تلت اولاني وتلت وسطاني، وقلنا ان المنعطف الاخير هو التفنيش بتاع اللي هيصعد والتفنيش بتاع اللي هيبقى، صدقنا وصدقت توقعاتنا ورؤيتنا من فضل الله سبحانه وتعالى. هشام، لو اتكلمنا النهارده في النهايه في المباراتين، طبعا المباراه الرئيسيه اللي معانا اللي هتبقى الشرقيه للدخان مع البنك الاهلي، والمباراه اللي هتكون معانا من خلال شاشه الويندوز السكه الحديد مع الزرقاء. فنيا مباراه النهارده ممكن يبقى فيها فنيات، ولا هذه مباريات، ولا دول مباراتين بعيدا تماما عن كل فنيات، هي دي مباريات الرجوله؟ لا مفيش فنيات كتير، يعني مش هيبقى فيها كبيره قوي بشكل كبير جدا. هو زي ما انت قلنا احنا الاحسن ان فرقه ضمنت البقاء وفرقه ضمنت الهبوط، الاثنين زي بعض، التوتر والضغط والعصبيه هتبقى اكتر على السكه طبعا. البنك يعني هنقول ان هيلعب فرصتين زي البلديه، لكن الكره علمتنا وشفناها ان احنا لا مش دايما كل حاجه مضمونه. في كلمه كان دايما يقولها، يقولها عماره من بدايه خالص، كان يقول لك لما تلعب على التعادل هتخسر، هي معروفة من زمان. هو عرف يعني عمارة ما قالش حاجة جديدة؟ صح، عرف في كرة القدم. لا قال طبعا أكد عليها. لا يعني لا عمارة دي له حقه فيها إنه أكد عليها. يعني إحنا نؤكد عليها إن هي فعلا عرف، وده اتضح لنا أكتر في الدوري الممتاز به يعني، أو دوري دي إم سي باينت بشكل كبير. يمكن في الدوري الدرجة الأولى يمكن الأمور بتختلف شوية، بس برضه اللي بيلعب على التعادل بيخسر. البلدية عملت كده، خسر في 95 في 95 يعني، فدي مقوله صحيحه بحيث يا عمر ان هو اكد عليها، ودي حاجه لافته للنظر جدا جدا. انت لازم تلعب على المكسب دايما، انت من وجهه نظرك عشان لو ما قدرتش تلعب على المكسب يبقى انت اوريدي محافظ على التعادل. انت من وجهه نظرك النهارده الفنيات صعبه؟ صعب. انا اشك يعني مباراه رجوله يعني، هي ممكن رجوله وقدريه للفريقين، ما كده كده قدريه للفريقين. فاحنا احنا ما نعرفش، واحنا نعرف علم الغيب ايه دلوقتي؟ ما نعرفش. بعد الساعه 5 هنعرف يعني بعد 5:30 هنعرف الدنيا رايحه فين وجايه منين ومين نزل ومين هبط. طب انت تتوقع ايه؟ تتوقع ايه؟ لا اتوقع الاقرب طبعا البنك الاهلي يبقى طبعا، يبقى السكه اللي تنزل يعني. مش صعبه جدا جدا يعني، وهم الاثنين فرطوا، ولكن انا عندي فرصه اكتر يعني، البنك عنده فرصه هنقول 60% عشان مكسب وفرقه تخسر وانت تكسب. صعبه يعني، انا شايفها صعب
صعب بكل مقاييس، لان الفرقتين حتى كمان مش مدين لك المساحه ان هم يقعدوا، يعني فرقه السكه حديد مش مطمنك ان هو يكسب، صح؟ مش مطمنك المنظر اللي ظهروا يعني بيه قدام التحسنه كارثي. إيه بالظبط كارثي ده في اخر ماتش انت ده منظر صح. فرقه مهدده بالهبوط. ايه ده؟ ايه ده المنظر اللي احنا شفناه ده؟ مؤشر. برافو عليك. وبعدين ده الشام لو تفتكر قال ايه في بدايه الاستوديو؟ قال لك ده الترسانه ما عندهاش ماتش في اخر جوله، يعني الترسانه هتموت على الثلاث نقاط عشان ما عندهاش، لكن السكه عندها. يعني كان لو كان هو غلب الترسانه اتعادل بس او اتعادل مع الترسانه وجه بقى النهارده كان يبقى محتاج التعادل خلص بالظبط، لكن سبحان الله تابعنا المباراه الترسانه عملت جيم عليهم. اللي اتفرج على المباراه احلى ماتش الترسانه في الموسم أيوة كله. اللي اتفرج على المباراه يقول لك ان السكه الحديد هي اللي قاعده والترسانه اللي بتنزل، فبالتالي طبعا انا بقول لك كان مؤشر ترسانة عملت كان مؤشر ان السكه الحديد يعني منظرهم كان غريب. منظرهم كان غريب يعني ما يطمنكش ان هو ان هو جاي يعمل لك حاجه او نتيجه يعني. طيب اذا اصدقائي على وشك خلاص بدايه احداث المباريات كلها، لكن بخاصه مباراتي الشرقيه للدخان مع البنك الاهلي والزرقاء مع السكه الحديد، معلقنا الرياضي حسام صديق، نلقاكم ان شاء الله في فتره ما بين الشوطين. أنا مش قلت مفيش كورة في البيت؟ دلوقتي مع أهلاوي في كورة في البيت، دور على كوبون داخل كيس أهلاوي تكسب ترابيزة بيبي فوت بالحجم الأصلي أو ملايين الأكياس المجانية. لو أهلاوي كل ويلعب مع أهلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل العزيز الكابتن محمد الليسي، وكل الشكر والتقدير على المجهود الكبير المبذول من أسرة التحليل الرائع لهذا الموسم، الموسم المميز لدوري دي ام سي الممتاز به. وشكرا للكباتن كابتن تامر عبد الحميد وكابتن هشام حنفي وكابتن محمد عمارة وأيضا كابتن خالد بيبو، وكل الشكر لكل طاقم العمل من إخراج وإعداد وهندسة والإنتاج والتصوير وكل من ساهم في نجاح النقل المباشر لأحداث أجمل دوري، دوري مصر في كل ربوع مصر. اليوم يصدر الستار على أجمل مشوار لموسم كروي صعب 2016-2017. المجموعة الثانية اللي النهاردة هيتحدد الفريق الهابط الأخير بعد ما خلاص أعلن رسميا عن ثلاث فرق صعدوا لدور الكبار، وهما طبعا الاسيوطي، مبروك اسيوطي نادي النصر القاهري اللي هو في هذه المجموعه الثانيه، واخيرا نادي الرجاء. وهبوط 14 فريق اليوم هو هيتحدد ملامح الفريق الهابط رقم 15 واللي هو رقم 5 في هذه المجموعه. اليوم اصحاب الارض فريق الشرقيه للدخان، وهو طبعا هبط رسميا اصحاب الدار. في المقابل الضيوف النهارده فريق البنك الاهلي بقيادة فنية مع مدربهم أحمد شعبان. النهاردة الفوز، لو فازوا النهاردة هنبارك لهم بدون طبعا النظر تماما للمباراة اللي بتتلعب في نفس التوقيت والمنافس أو الفريق التاني اللي ممكن يهبط، وهو للأسف الشديد أقدم فريق مصري في وأيضا أقدم فريق في الشرق الأوسط وهو نادي السكة الحديد.